بجد التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم. فوز مهم جدا، وكل مره ناكد على هذا الامر، الشخصيه الكبيره والروح والاصرار والتحضير الجيد جدا الحقيقه من كبار لاعبي النادي الاهلي على راسهم طبعا حارس منتخب مصر الاول وحارس النادي الاهلي الشناوي. مبروك يا شنو، يعني مباراه مهمه جدا، تركيز كبير برغم الغيابات والاصابات، لكن ثقتنا كبيره كالعاده وثقه الجمهور كبيره جدا فيكم. شنو حابب تقول النهارده؟ طبعا بقول للاعيبه الف الف مبروك، النهارده كنتوا رجاله، وبقول للجمهور مبروك، وبقول للاداره مبروك، والجهاز الفني مبروك. اللعيبه النهارده ادت اللي عليها وعملت اللي عليها. كنا الفتره اللي فاتت بنجهز للمباراه، واحنا عارفين الماتش صعب جدا، واحنا عارفين نادي الزمالك، نادي الزمالك ده ماتش يبقى مختلف، يعني بيبقى ليه حاجات خاصه طبعا. بس النهارده الحمد لله اللعيبه عملت اللي عليها وادت التعليمات اللي خدتها من الجهاز الفني، واشتغلنا الاربع ايام اللي فاتوا اشتغلنا بشكل كويس، واللعبة كانت مركزه، ده اهم حاجه التركيز، وروح النهارده كان في الملعب يعني الحمد لله. يمكن كان دوركم كبير مع خالد ومروان، لان انت عارف عشان ناوي ان انت تدخلوا اللعيبه بسرعه، محتاجين اللعيبه الخبرات، حضرتوهم ازاي النهارده؟ خالد بيظهر بشكل مميز، كهربا الحقيقه ربنا بيكافئه مره واثنين وثلاثه، شريف النهارده ممتاز، حضرتوا ازاي اللعيبه الجديده عشان تخش تنسجم معاكم سريعا عشان ناوي؟ اكيد من اول يوم لعيبه جديده تكون موجوده، كهربا طبعا بقى له فتره كبيره معانا، عارف النظام كويس جدا، لعيبه كبيره بصراحه بيعملوا معايا مجهود كبير جدا. لعيبه جديده طبعا اول ما جم عرفوا النظام، واحنا بندعمهم واحنا في ظهرهم، ده اهم حاجه، اهم حاجه يعرفوا ان اللي احنا في ظهرهم، وقلنا لهم العبوا زي ما انتم كنتوا في انديتكم وانتم جايين منها، والعبوا بثقه ومفيش اي حاجه، واحنا في ظهركم. لعيبه كبيره بصراحه، وقفت جنب، نقف جنب اي حد، صغير كبير جديد قديم، احنا كلنا واحد، احنا فرقه جماعيه مش فرقه باسم حد، ده اهم حاجه. واحنا النهارده انت شايف الملعب كله بيدافع وكله بيهاجم مع نفس الوقت، ده اهم حاجه في التيم والروح والتركيز. مش هطول عليك، لكن النادي الاهلي ما حققش حاجه، مباراه بثلاث نقاط لسه عندنا كمان مهمه كبيره جدا شلناها، ومباراه الدوري ولسه كاس العالم، تحضير ازاي الفتره اللي جايه؟ ده طبيعي، طبيعي النهارده نفرح وبكره نبدا التمرين ونفكر في ماتش بنك الاهلي، ده الطبيعي يعني. بس انت برضو بتلعب نادي كبير، نادي الزمالك، المنافس بتاعك لازم تديله احترامه وتدي احترام للجمهور بتاعه، ده اهم حاجه يعني. لما تكسب نادي الزمالك الناس بتفرح، يعني انت بتتكلم ماتش ما بتفكرش، هو ماتش كاس، ماتش دوري، ماتش سوبر، ما بتفكرش، هو ليه حسابات خاصه يعني. اكيد طبعا النهارده نفرح كويس جدا، من بكره بنقفل الصفحه خلاص ونفكر في البنك الاهلي على طول ان شاء الله. اخيرا جمهور النادي الاهلي كلمه سريعه للجمهور الوافي اللي ليه يعني مسؤول السحر في كل المباريات الحقيقه شنو؟ اكيد هو بالنسبه لنا رقم واحد مش رقم 12 يعني، هو ما بيجي دعمنا، انت شايف النهارده جمهور، الجمهورين النهارده، جمهور الزمالك وجمهور الاهلي، الماتش النهارده كان فيه حماس كبير جدا عشان الجمهور موجود، يعني نفسي الاستاد كله يكون مملي عشان اللعيبه النهارده، الريتم كان عالي والناس كلها عندها روح، والاستاد كويس جدا، الارض كويس جدا، ولاعيبه مبسوطه وهي بتلعب من الفرقتين، وفي روح عاليه جدا جوه الملعب، ده اهم حاجه، بقى لنا فتره كبيره الروح بين اللعيبه بين الاهلي والزمالك، دي حاجه كويسه جدا، احنا اخوات في الاول وفي الاخر، بس جوه الملعب منافسين بس. شكرا شكرا. مبروك.